السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللجوء حق مو مكرمة. يعني عندك حق انه تريد تعيش بحياة هادئة، تريد تخلص من الاضطهاد، تريد تعيش حياة مسالمة، تريد تخلص من المشاكل اللي انت عايش بيها. اللجوء حق مو مكرمة، هذا هو كلام أمم المتحدة، أو هذا هو شعار أمم المتحدة. أنا وياك أكبر عدد تجمع للاجئين موجود هو وين؟ بتركيا. وحاليا تركيا صارت ترحل باللاجئين وتلغي الإقامات اللاجئين. يعني صار لخمس سنوات، ست سنوات، أكو ناس وصلوا الباب الطيارة دي يصعدون طيارتهم يسافرون وعدهم اللجوء أوراقهم كاملة ويلزموهم المطار ويرجعوهم البلدهم، يقولهم أنتم ما لكم حق. إذا كنت حتى لو عايش بمصر وصار لك مقدم خمس أو ست سنوات على الأمم المتحدة، وخاصة بالبلاد العربية، وكل شي ماكو. تعرف ليش كل شي ماكو؟ لأن أنت عبارة عن دجاجة تبيض فلوس. يعني أعتذر عن هذا التعبير، بس هذا التعبير الحقيقي. ليش؟ لأن هم البلد، حكومة البلد هي تتاخذ عليك مساعدات مالية عمود انت تتعيش بداخلها، فليش تخليك تسافر وتطلع والفلوس تروح؟ إذا كنت تريد تطلع عن طريق الأمم المتحدة إلى نيوزيلندا أو أستراليا أو كندا أو أمريكا بالوقت الحالي، اتجه على أرمينيا. راح تقول لي ليش؟ راح أقول لك بالموقع الرسمي للهجرة، أو الموقع الرسمي لمكتب الهجرة وزارة الخارجية الأرمينية، إيش كاتبين؟ والله أول تأسف تدخل وفتح على الصفحة، مكتوب اللجوء حق لكل مواطن أجنبي ليس عليه مسؤولية جنائية أو إدارية أو ترحيل بسبب انه تقدم بطلب اللجوء داخل الاراضي الارمينيه المكتب الامم المتحده. اخي العزيز، ارمينيا مكاتب الامم المتحده في ارمينيا فتحت ابوابها، والله يسد باب ويفتح باب ثاني، ونعم رب العالمين. ورب العالمين عنده حكمه ما تعرف شنو حكمته. هسه المكاتب الأمم المتحدة في أرمينيا فتحت باب إعادة التوطين. هسه العالم، يعني تخيل إنه خلال هاي السنة بس بأرمينيا بس 123 عائلة طلبت دخلت المكتب، أو دخلت داخل المكتب الأمم المتحدة في أرمينيا وطلبت اللجوء. فتخيل السرعة، تخيل الإنجاز. لأول شيء ماكو ضغط عليها. اثنين، ماكو فلوس من تحت الطاولة مثل بتركيا ذا الصير. ثلاثة، ماكو ترحيلات. اللي يجي واحد يطلع لي راسي هسه ويقول لي عنصرية أرمينية، لا أخي العزيز، أنت قاعد بغرفتك وجاي تتفرج على التليفون، لو فاتح الحاسب وقاعد تتفرج عليه. لا، أرمينيا بها عنصرية، أو أرمينيا مسيحية، يعني هم بتركيا مسيحيين وذي رحلوكم، ما نريد نحكي بالموضوع. المهم خلينا نكمل، انت الاكبر عنصري، فالرجاء لا تعلق من عندك تعليق وتحكي به. الجمهوريه او حكومه ارمينيا كاتبه على اسفل الموقع، موجود حطتكم بصندوق الوصف باول تعليق، ودخلوا اقروا مال وزاره الخارجيه مالتها. اللجوء للمواطنين الاجانب حق ليس عليهم مسؤولية جنائية أو إدارية. إذا طلبوا اللجوء من مكاتب الأمم المتحدة داخل أرمينيا ينطوك سكن إذا طلبت لجوء هناك. طبعا لجوء أو حماية مع الأمم المتحدة، إذا رحت طلبت حماية ولجوء من مكتب الأمم المتحدة وقعدت هناك مثل ما بتركيا ومصر. اثنين، ينطون رواتب. ثلاثة، الأطفال يدرسون ببلاش بمدارسهم. ينطوك سكن تقدر تشتغل. هسه واحد يطلع لي يقول لي دولة فقيرة ما عندي اشتغل بيها، بس ماكو، ويقعد يبكي لي على حسين. حبيبي عزيزي، هذا الكلام ماكو منه،
الشغل موجود والعالم موجودة لك، حتى إجراءات كاتبين إجراءات اللجوء السريع أو كاتبين إجراءات إعادة التوطين السريعة. شوف ايش كاتبيها، بيها شروط. أول شيء إذا كان أحد الوالدين معاق، اثنين إذا كان بك يا ستار استرنا مرض خطير، ثلاثة إذا كنت أرمل أو أرملة أو مطلق أو مطلقة أو عندك أطفال، إذا كنت في بلدك محكوم عليك بالسجن أو بالإعدام بسبب آرائك السياسية أو آرائك الاجتماعية، هاي إلهم لجوء سريع. وأكو هسه لجان، يعني اللجنة تجي مثلا من كندا تتروح للمكتبة الأمم المتحدة تأخذ لاجئين، هسه أكو لجان من كندا من أستراليا من نيوزيلندا ومن أمريكا في أرمينيا في مكتبة الأمم المتحدة في أرمينيا، وأني عندي أكثر من أربع عوائل، والله أكبر أربع عوائل اتصلوا بي قالوا لي أحمد ترى احنا وصلنا كندا. ثلاثة شهور ونص من سجلوا بالمكتبة الأمم المتحدة في أرمينيا، هم هسه في كندا. تخيل تخيل السرعة. تعرفون ليه سريعة؟ لأن ماكو عليها رجل، ماكو عليها زخم، فأنت توكل واطلع. ثاني شيء أهم شيء الما عنده، مثلا أكو أشخاص لحد الآن صارهم 3 سنين وأربع سنين بس مسجلين بالأمم المتحدة يريدون ورقة حماية ما عندهم. هناك في أرمينيا خلال شهر ونص يعطوكم ورقة الحماية مال أمم المتحدة، خلال 4 أشهر 5 أشهر أنت تكون مقابل وتكون بغرفة إعادة التوطين. هلا هلا بالقصة، القصة أخي العزيز لازم تحكيها مؤثرة، القصة مو مبتدأ وخبر، لازم تسوي بيها فاعل ومفعول به، يعني لازم تسوي أسباب وليش وشكو وشنو، ليش طلعت من بلدك، ليش هربان من بلدك، منو دا يلاحقك بشكل خاص انت واطفالك، ليش عليك كذا. انت هاي القصة لازم تركبها وتكملها حتى تستطيع التقديم بطريقة صحيحة. طبعا شروط التقديم بالامم المتحدة هي نفس الشروط ما تغيرت. اول شيء اذا كنت مثلي او مغير دينك أو صاحب آراء سياسية أو منتسب المنتدى أو لنادي مجتمعي تقدر تطلب اللجوء، أو عليك خطر عليك وعلى أطفالك بالقتل أو بالتهديد أو مضطهد، هذول أهم تقدر تقدمها بها لجوء. إذا كنت أرمل أو أرملة عندك أطفال أو عندك أطفال، أو إذا كنت ذا احتياجات خاصة، أو إذا كنت معاق حرب، أو كنت منشق عن بلا، كنت بالجيش أو بالشرطة ومنشق ومهزوم، هاي كلها إلك حق طلب اللجوء. إذا كنت صحفي هم إلك حق طلب اللجوء. وأنا مثل ما تكلمت على القصة أنا مسوي فيديو كامل وأشارح به أساسيات القصة، رح أخليه لكم إياها همين بصندوق الوصف. إذا تريد تسوي قصة لازم تستمع لهذا الفيديو. طريقة السفر إلى أرمينيا جدا سهلة، يعني للسوريين للعراقي، العراقيين السوريين الفلسطيني اللبناني الليبيين اليمنيين السودانيين، هذول كلهم إلهم حق طلب اللجوء في مكتبة أمم المتحدة. راح تقول لي السفارة، راح أقول لك ترى بسوريا السفارة الأرمينية موجودة ما قاطع علاقاتها مع الحكومة السورية، فلا تيجي راح يطلع لي راسه يقوم يغني ماكو سفارة، لا اكو سفارة بالشام. بالعراق السفارة الأرمينية موجودة بالعراق، وتنطي فيز لا بدون حساب بنكي، لا تنطيك اصلا فيزا سياحية بثلاثين يوم، ولا تأمين سفر ولا تأمين سياحة، بس يقولك روح يحجز تذاكر ذهاب وعودة وتعال قدم لنا جوازك. بالأردن موجودة السفارة، في تركيا موجودة السفارة. إذا كنت أنت مثلا مقدم في الأردن أو مقدم في تركيا عن طريق الأمم المتحدة وإجاك ترحيل أو هسه إجاك طرد إقامة أو لغة والإقامة مالتك،
فتقدر تغير ملفك او تحول ملفك الى ارمينيا. انا ما انصحكم في البلاد العربية، لان بلاد العربية مثل ما قلت لك اذا تروح تسجل بالامم المتحدة مالت راح تظل بيها قاعد، لان انت عبارة عن دجاجة جاية تبيض لهم فلوس، لان هي الدول المانحة او الدول بالامم المتحدة يدفعوا لهم فلوس للدول العربية حتى تظل بيها، ويقولون انه انت تقدر تتأقلم لان نفس اللغة ونفس شو يسمون الملة. فانت احسن شيء تتجه الى ارمينيا، رخيصة، فلوسها اقل من الدولار، بيها شغل، راتب مساعدات من الامم المتحدة ينطوك انت وعائلتك، سكن يحق لك العمل، والاهم من كل اولادك يدرسون ببلاش في المدارس الحكومية مالتهم. انت من توصل الى ارمينيا جدا طريقة سهلة، لو تروح المركز الشرطة وتقولهم انا اريد اقدم على مكتب الامم المتحدة اريد موعد، لو تروح على مكتب الهجرة، ما الهجرة والجوازات في ارمينيا في العاصمة مالتهم، وتقدم وتقولهم اريد مال مكتب الامم المتحدة، لو تروح تطلع على خارطة جوجل، خارطة جوجل بتليفونك، تكتب المكتب الأمم المتحدة في العاصمة الأرمينية راح يعطيك اياها هنا وهنا وهنا، تروح عليها بدون موعد مسبق بدون تأجيلات، يعني دي ينطون ورقة الحماية الأمم المتحدة، هاي الورقة الحماية دي ينطوها خلال شهر ونص، واكو عوائل خلال 4 أشهر وثلاث أشهر ونص اجت الكندا. فانت اذا كنت تحب نصيحة واذا كنت تحب تريد تسافر، لان انا ما اقدر احطك بطيارة واجيبك من بلدك الكندا، انا انطيك البشرة، انا انطيك الاخبار السعيدة، اقول لك وين تتجه، اقول لك روح دور، روح شوف، روح افحص، روح اسمع. المهم اذا شاهدتني او تشاهدني لاول مرة، مرحبا واهلا وسهلا بيك وياي، لا تنسى الاشتراك بالقناة، واذا اعجبك الفيديو خلي لايك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.